أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي. اليوم راح نتحدث عن أنواع عدسات كاميرات التصوير الفوتوغرافي. أخوكم عبد الرحمن الشلال، حياكم الله. المصور المحترف أو المصور الغير محترف أو المبتدئ يدرك أهمية العدسات، وتجد عنده كاميرا أو اثنين ولكن مجموعة مختلفة من العدسات. كيف يختار مصور عدسات الكاميرا ولماذا؟ يلا نتعرف على أهم أنواع عدسات الكاميرا. أول عدسة يا أصدقائي عدسة الزوم، اللي هي الزوم لينس. ما هي فائدتها وما هي أنواعها؟ أنواعها تلقاها 70-300-24-105-18-35-18-55-10-20 وإلى آخره. استعمالاتها هي لتقريب الهدف المراد تصويره، يعني عندك هدف بعيد وتريد تصوره فتستخدم عدسة الزوم لينس راح تقرب لك هذا الجزء اللي تريد تصوره، عادة تستخدم في الملاعب الرياضية وأيضا تستخدم في الحياة البرية. العدسة الأخرى يا أصدقائي الوايد أنجل، عدسة الزاوية الواسعة. تتكون هذه العدسة البعد البؤري مالتها يكون أكبر، اللي هي تكون أقل من 50 ملم، وأنواعها هي 11 ملم وال18 ملم وال20 ملم وال28 ملم وال35 ملم وغيرها. وهذه العدسة تأخذ زاوية أكبر من عين الإنسان. أهم استعمالاتها يستعمل في المؤتمرات أو الاجتماعات، يستخدمها عادة المصورين الصحفيين لأنه تكون أماكن ضيقة جدا، يعني مسافات ضيقة جدا تستخدم هذه العدسات، وأيضا في استخدام تصوير اللاندسكيب المناظر الطبيعية، وأيضا تستخدم هذه العدسات في تصوير المباني العالية، وأيضا تستخدم هذه العدسات في كاميرات المراقبة. مميزات هذه العدسة يكون البعد الميداني مالتها عميق جدا، وأيضا تلتقط صورة بمساحة واسعة من المنظر. سلبيات هذه العدسة يا أصدقائي أن استعمال هذا النوع من العدسات تقوم العدسة بتحريف الصورة وتشويه أطرافها، إذ تبدو المواضيع القريبة أكبر مما هي عليه في الواقع. البرايمري لينس، العدسة الأولية يا أصدقائي، هذه العدسة تكون أنواعها اللي هي 35 ملم، 50 ملم وال85 ملم. ميزاتها هذه العدسة صغيرة الحجم ورخيصة الثمن مقارنة بالعدسات الأخرى، صورها ذات جودة عالية، تمتاز بفتحة عدسة واسعة مما يساعد على التصوير في الأماكن الإضاءة المنخفضة، وأيضا تساعدنا في عملية العزل، يكون بها العزل مالتها جدا قوي. أهم استعمالات هذه العدسة يا أصدقائي في التصوير البورتريت، في التصوير الحياة اليومية، والتصوير في الأماكن ذات الإضاءة المنخفضة. عدسات المايكرو يا أصدقائي تستعمل هذه العدسات لتصوير الأشياء القريبة والصغيرة جدا، مثلا تصوير الحشرات وتصوير الأزهار وتصوير الأطعمة، المنتجات الغذائية، فتستخدم عدسات المايكرو. أهم أنواعها هي 50 ملم وال100 ملم وال150 ملم. بتكون عادة تميز هذه العدسات بنسبة تقريب خاصة جدا 1.1، وهذا يعني أنه حجم الهدف بالنسبة إلى حجم الحساس يظهر بشكل كامل وشكل حقيقي. أما إذا كانت النسبة 1.3 فمعناتها أنه حجم الهدف يزيد 3 مرات أضعاف حجم الحساس، فتبين الصورة أكبر مما هي عليه. تلفوتو لينسنس، عدسات التلفوتو يا أصدقائي تستخدم هذه العدسات لتصوير الأشياء البعيدة المراد تقريبها، وتكون البعد البؤري في هذه العدسات عادية أو ثابتة، تكون أكثر من 50 ملم، فكلما زاد طول العدسة في الكاميرا كلما زادت تقريب الأهداف البعيدة وتكبيرها والحصول على عدسات الاستخدام الخاص، التلت أند شيفت. هذه العدسات يا أصدقائي تستخدم في تصوير المباني العالية والضيقة والواسعة، فتمتاز بذات بعد بؤري مختلف، منها الطويلة والقصيرة والواسعة والمايكرو. تستخدم هذه العدسات يا أصدقائي في تصوير المباني والتصوير الداخلي، وتعطي تحكم في الأبعاد وكادر الصورة، فتتكون ذات أبعاد بؤري مختلفة، فمنها الطويلة ومنها القصيرة ومنها الواسعة ومنها الضيقة. عدسة الفيش آي، عدسة عين السمكة. هذه العدسة مصممة لتعطي حقل الرؤية Angle of View يصل إلى 180 درجة، وهذا يعني أن العدسة تسجل كامل نصف الكرة الذي يقابلها. هنا يا أصدقائي نختم هذه الحلقة بأنواع عدسات الكاميرا الرقمية الديجيتال كاميرا في التصوير الفوتوغرافي. أتمنى إن شاء الله عجبتكم واستفاديتوا من هذه الحلقة وعرفتوا شنو أنواع العدسات المراد استخدامها.
وايضا راح تخصص انه انت بمجالك شنو تريد تصور حتى تعرف تختار العدسه الصحيحه وخاطر تطلع صور احترافيه. نلتقيكم ان شاء الله في الايام الجايه. اذا كان عندك سؤال او استفسار حول هذا الموضوع بامكانك ان تكتبه في الكومنت، واذا شفت هذا المحتوى جميل جدا بامكانك ان تشيره عندك في الصفحه والى كل متابعينك. شكر جزيل للأستاذ المصور سلوان، وإلى كل الأصدقاء وتحياتي لكم. نلتقيكم في الحلقات القادمة. مع السلامة.